السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع الشيف محمود النهاردة. تمام، النهاردة ان شاء الله هنعمل يا شيف محمود ان شاء الله هنعمل سمبوسة لحمة. هنعمل سمبوسة لحمة. تمام، طيب المكونات بتاعتها ايه كده بالله عليك؟ كلنا لحمة مفرومة وبصل، وبنقلب البصل كده بورقتين غوري وحبهان، وبعد كده بنديهم بلح دوس كتير. يعني اول ما بننزل بايه الاول؟ بننزل بالبصل وحتة الزبدة. زيت وزبده ولا زبده بس؟ حته الزبده، حته الزبده، وننزل بالبصل. بالبصل تمام، يتبل معانا شويه، نكرمله شويه، وننزل باللحمه. وننزل باللحمه المفرومه. تمام، وبعدين ننزل بالورق اللور. الورق الجولة مع البصل. مع البصل تمام، هو والحبات. تمام، وبعد ما اللحمه تستوي شويه تمام، ننزل عليها بالبلح جوز الطيب وفلفل اسمر. جوز الطيب وفلفل اسمر وملح. تمام، لها معيار ولا كده بالبركه؟ لا، هو الكيلو لحمة قصاده كيلو بصل على طول. كيلو لحمة قصاد كيلو بصل. والله. تمام، ده كم كيلو؟ دول اللهم صل على النبي 2 لحمة واتنين بصل. 2 كيلو لحمة مع 2 كيلو بصل. تمام، ده بقى يعمل لنا بقى كم بورشن؟ ان شاء الله ده يعمل 100 حباية. 100 حباية، يعني 2 كيلو لحمة يعملوا 100 حباية. بإذن الله. ما شاء الله. تمام، طيب انت في حاجه بتضيفها تاني على اللحمه بعد كده ولا هو العجينه بقى مجهزه تخمر شويه وبعد كده نقطعها وندفرها ونحشيها؟ يعني احنا بنعمل الحشو الاول دلوقتي. ايوه. وتسيبه يبرد ولا حاجه ولا يتصفى؟ يتصفى من الزيت والزيوت والدهون اللي جواه دي. تمام، وبعد كده ناخد الصافي اللي جوه بحيث ان احنا لما نيجي نعمل الاوردر الزيت والميه ده ما ياثرش على ايه؟ ما يهريش الحته دي العجينه. ما يهرهاش. تمام كده، الله ينور عليك. في حاجه جاهزه ولا لسه بقى العجينه؟ لسه صفى شويه وبعد كده نبدا نحشي. طب نعرف ازاي اللحمه دي استوت؟ لما تحمر بقى وتبقى مكفله كده خالص. اه، ما بيتضافلهاش طماطم او اي حاجه تانية؟ لا لا. خلاص، هو بس المكونات دي كده؟ اه بالظبط. ومع الحشو ممكن ندخل صنوبر او عين جمل. صنوبر فريش يعني؟ اه. او عين جمل مفروم؟ يعني يا ده يا ده. بالظبط. بتحط لها ملح ولا حاجه ولا لا؟ ايوه، مع التوابل. يعني التوابل ملح وفلفل اسمر وحبهان ورق لورو. ايه تاني؟ حاجة تانية ولا بس دول؟ اه، بنبشر عليها بلح. بلح؟ بلح جوز الطيب. اه، جوز الطيب. ماشي يا باشا. الله ينور.